نعم، تحية طيبة إلى كل مشاهدي قناة آي نيوز الفضائية. اليوم متواجدين في تغطية مع الإخوان في الميدان. هذه التغطية اليوم الثاني على التوالي لهذا العرس الوطني الذي تستنفر جميع الكوادر، كوادر الإحصاء والتعداد السكاني في الميدان. الآن في هذه اللحظات ومنذ ساعات الصباح الأولى تنتشر جميع الفرق في كافة أنحاء العراق. نحدثكم عن العاصمة بغداد، العاصمة بغداد التي أجري فيها الحظر منذ يوم أمس الساعة 12 ليلا حتى هذه اللحظة مستمر الحظر، وسيستمر إلى اليوم الساعة 12 ليلا، وبهذا يكون الحظر ليومين فقط. وهذا الكلام يدحض الإشاعات التي أشيعت حول استمرار الحظر لأكثر من يومين فقط، وإنما لربما الكوادر الإحصائية والتعداد السكاني لربما سيتم تمديد فترة عملهم بيوم الجمعة والسبت باعتبار هنالك تأخر في بعض المناطق، لا سيما المناطق الشعبية التي لا زال الكثير بسبب الكثافة السكانية المتواجدة في هذه المناطق، لا زالت الكثير من المناطق والبيوتات والأزقة الضيقة في الأقضية والنواحي. تواصلوا معنا ليلة أمس، إلى هذه اللحظة لم يصلهم العداد الموجود في المناطق. نحن متواجدين في هذه اللحظة في منطقة الكرادة لتوضيح الصورة للمشاهد لمن يتخوف من قضية التعداد السكاني. التعداد السكاني هو شيء إيجابي أكدت عليه الحكومة وأكدت عليه وزارة التخطيط، والمختصين والمحللين أيضا أكدت المرجعية على أهمية التعاون مع هذه الفرق. ليست هنالك مخاوف، كل ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي من أنه إعطاء المعلومات إلى الباحث أو صاحب الآيباد الذي يطرق الجرس أو الباب للمواطن سوف يؤثر على قطع راتب الرعاية الاجتماعية، أو لربما سوف يظهر المتزوجين بأكثر من واحد. هذه معلومات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ليست لها صحة، وأكدت الجهات المعنية مرارا وتكرارا حول هذا الموضوع. الآن نريد أن نضع المشاهد بالصورة. الآن متواجدين في المنطقة، في منطقة الكرادة، في هذه المحلة أخوتنا من العدادين وهم يمارسون ويزاولون عملهم بطريقة فعلية وعلى أرض الواقع. السلام عليكم. خلي أول مرة ناخذك أنت، وخلي الأخ يعني الصورة الكاميرا تظهر طريقة التعامل مع الناس، بس أريد أحكيك لمدة دقيقة. تمام. أكو تحديات وصعوبات من البارحة واليوم؟ لا، ما واجهتنا تحديات، يعني محل 103 بالكرادة. يعني اليوم أكو سلاسة بالتعامل. طبعاً. أكو تعاون. العالم عندهم علم يعني بالموضوع التعداد وبحظر التجوال، فعندهم علم مسهلين كل شوية ويا العدادين. طيب يعني سمعنا من بعض العدادين أنه اليوم الفرق من الصبح إلى الليل تعمل، يعني كانت بأمس الحاجة إلى وسائل نقل، إلى ماء، إلى مؤونة، إلى طعام، إلى كذا. هذا الأمر هو حق واستحقاق، المفترض الجهات الحكومية توفر لكم. فأنا إذا تحدثني عن هذا الجانب، أيضا هذا جانب يخص كرامة وحقوق العداد أو صاحب الإحصاء. طبعا يتواصلون ويانا تواصل مستمر من بداية شغلنا الصبح لحد ما ينتهي عملنا، يخابروني يعني آخر يعني بالتسعة بالعشرة مساء يقولوا لي أنه انسحبتوا من المنطقة، واجهتكم مشاكل، أي مشاكل تواجهنا نتصل بدوريات تجينا. طيب هم أكو أخبار أنه راح يتم تمديد عملية الإحصاء والتعداد باعتبار اليوم الكثير من المناطق، أنتم في مركز العاصمة بغداد لكن في الأقضية والنواحي بسبب الكثافة السكانية الكثير لم يجرى لهم البحث لا للمرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالث. فهذا الأمر من خلال الجروبات، من خلال تواصلكم، أكو هيك حاليا موجود شيء؟ لحد الآن هو حظر التجوال يعني يوم 20/21، يوم 22 احنا مستمر عملنا، وهي هاي المرحلة الثالثة. بعيدا عن حظر التجوال انتم راح يستمر عملكم اذا في حال عدم اتمام عملية طبعا التجوال. طبعا لحد ما نكمل كل المباني تستمر الاستمارة مفتوحة،
تجي وراها مرحلة رابعة اللي هي الأسئلة الديموغرافية بخصوص السلع، سلع المنزل. أسان الأسئلة أريد أنتقل للجماعة حتى نشوفهم بشكل فعلي. السلام عليكم. سلام الله وبركاته. بداية يعني بعد أن طرقت الباب، شنو طبيعة الحديث مع المواطن؟ هذا نريد رسالة ننقلها إلى المواطن المتخوف، المواطن الذي يعني يتهرب من طرقة الباب يعني على مدى الساعات السابقة، يعني خوفا من بعض الأمور. طرقت الباب، شنو الأمر اللي صار؟ وضحت للأمر أنه قلت لي أنا موظف من وزارة التخطيط، عندنا تعداد سكاني، فمجرد معلومات بسيطة أخذها من عندك، فيسألني باجك، أشوف باجك، يسأل شنو طبيعة المعلومات اللي تريد تأخذها. تعرف عليك أول مرة. بالضبط، شنو طبيعة المعلومات اللي تريد تأخذها؟ فأقول أسماء عائلتك والتفاصيل الباقية، فأطلب منه أنه يحضر الهويات، فيجيب الهويات وماكو مشكلة، وأسجل معلوماته. تبدأ بملء الاستمارة أو الحقوق. بالضبط. فأملي له الاستمارة أكملها، وأعطي علم أنه أنا عندي جاية إلى الأخ، أنه آخر مرحلة هي تكون، فأسأل عن تفاصيل البيت. بس نقطة نظام، يعني الموضوع ما ينحسم بجاية وحدة، يعني مرة والثانية والثالثة يلا تكمل الاستمارة، شنو الأسباب؟ مو هي شنو المشكلة؟ تطلب من بعض العوائل تفاصيل، أنه هي لازم تسأله عن المواد الموجودة بالمنزل، وتسأل عن تفاصيل الشخص. أريدك تحدثني عن هذا الجانب هم أيضا، شنو الأسئلة؟ يعني سمعنا أنه تسأل على المبردة، وتسأل على المكيف، وتسأل على البنكة، وتسأل على الموبايل، هذه الأمور فعلا موجودة اليوم؟ هي فعلا موجودة، بس هي ضروري أنه نسألها، يعني لازم أنه تعرف كل بيت شنو حالته المادية، شنو طبقته بالمجتمع، يعني حتى في سبيل أنه هاي الموضوع يفيد العوائل الفقيرة بالدرجة الأولى، فلازم تسأل عن هالتفاصيل، تسأل أنه وين كان سكنه قبل، وين ولادته، هو سكن حاليا بهاي المحافظة، وشنو سبب نقله بهاي المحافظة، فهي هاي المعلومات بالتفصيل لازم يقول لنا اياها، في سبيل هي انه فائدة للمواطن لا اكثر ولا اقل. فائدة للمواطن. بالضبط. اكو يعني على ضوء جوابك انه اكو فائدة للمواطن، البعض يخاف، واجهوكم عوائل خافت او ناس خافت؟ بالضبط، اي يعني بالبداية كانوا اول ما يشوفونه انه يواجهنا رفض، انه ما يقبل يعطي معلومات دقيقة عنه. فمن خلال انه زرناه مره ثانيه ومره ثالثه، فيعطي المعلومات في انه لازم يتاكد من عندنا، فمن يتاكد ويثق يعطي المعلومات مباشره. فهيك مشاكل مرات احنا بسيطه هي نحلها، ومرات هي ما تنحل، فنحاول نبسطها باكثر من جهه. طيب عملكم من الصبح لليل ولا شلون؟ بالضبط، نطلع يعني صباحا وينتهي باوقات متاخره من الليل، مع يعني مساندة القوات الأمنية شيء أكيد، يفترون يعني بكل مكان، وأبد ما يتخذون بعملهم. شكرا جزيلا حجي. سلام عليكم. ننتقل لك، أريدك تحدثنا عن هذه التجربة، أنت يعني باعتبار عمرك اليوم كبير، ملحق على آخر أحصاب العراق؟ هي كانت كل 10 سنوات 37 سنة. لا أنا ملحق على سنة 77، هي كانت كل 10 سنوات يسوون تعداد عام للسكان، بال 77 87 و97 هاي ملحق عليها، من وراء 97 بعد ما اعتقد صار بعد تعداد حسب ذاكرتي، بس انا واعي عليهم مال 77، كان يخلون اطلع يوم واحد ومعلومات. شنو رايك بالتعداد، وشنو رايك بهذا هذه الكوادر اللي قاعد تطرق الابواب؟ يعني تشوف فيها فائده؟ طب ما تخلى من فائده، تعداد انا قلت لك هذا اسلوب عمل متبع بكل دول العالم، متقدمه ومتاخره، والولد يعني ولد منطقة كلهم، يعني ماكو واحد غريب، حتى إذا انضم عليه بالمعلومات مال هاي هم ما يعرفوه. بس أكو ناس التعبون. أي ما تخلى من التعب. يعني إن شاء الله. البارحة التقيت ببعض الباحثين أو العدادين يقول فعلاً. ما قبل المواطن يعطيني يعني معلوماته، يقول أنت شنو بصفتك شنو أعطيك معلومات؟ هي السبب قلت لك التواصل الاجتماعي. على بعض المتزوجين عرف متزوج اثنين، وما تخلى من النكتة، العراقيين تعرف أصحاب نكتة، يعني هاي شغلة الثلاجة اللي لازم تحسب عدد الثلاجات، وهي هاي الشغلة اللي يستهين بها المواطن، لكن هي يعني مهمة، هذه ضروري النكتة، والله هي ضروري، بس من باب النكتة تدري، العراقيين أصحاب نكتة، من لا شيء يصنعون شيء، وهاي الثلاجة هي هسه يطلبوا منك سلوك على الثلاجة. أنا مستعد أعطيهم، وما حتى هذا تضم عليهم يعرفون كل شيء من سعد انطيهم سلوك على الثلاجة، بس ما متزوج سلوك حج انت خايف مبين من الزوجة الثانية. حاج شنو الأسئلة اللي سألوك إياها اليوم؟ طبيعة الأسئلة عدد أفراد العائلة،
كم مره جوني بالبدايه؟ ثلاثه جوني، ثلاث مرات. اي الختاميه اعتقد مو بعد، واحنا واحنا حاضرين سواء ختاميه او بعد واحده وراها حاضرين احنا. ونعم منك، شكرا جزيلا. اذا هذه رساله من مواطن الى جميع من لم يملي استمارته، وكل الاشخاص اللي يتخوفون من قضيه ملء الاستماره او انه يعتقد راح ينقطع راتبه. اليوم اكو تحدي كبير، عرس وطني كبير، هذا حدث مهم بالعراق. اتمنى من جميع المواطنين وكل مسؤول يشاهدني، هذا الحدث اللي جاي يصير اليوم هو ليس بالحدث الهين، وانما حدث مهم اخفقت جميع الحكومات المتعاقبه باتمامه وبهذا الحدث، لانه يحتاج الى فرق كبيره جدا. كل الأخوة العدادين هم موظفين تركوا وظائفهم، القوات الأمنية في حالة استنفار ليومين متتابعين. هذه القضية ليست سهلة، السيطرة على المناطق الشعبية وحصر المواطن، يعني خاصة أصحاب الدخل المحدود واللي كاسب والعامل، هذا ما يقدر يقعد بالبيت. هذه طريقة التعامل شفناها ولمسناها البارحة، أكو معاناة بالنسبة للقوات الأمنية، القوات المكلفة ب فرض الأمن وفرض حظر التجوال، واجهت معاناة صراحة داخل المناطق الشعبية خلاف المناطق. مركز بغداد اليوم باعتبار موظف كان عنده دوام يريد يرتاح يبقى قاعد، لكن يعني هذا لا يعني أنه هنالك عدم وجود تحديات. التحديات أو الإشارة إليها اللي واجهها الصحفي صراحة جدا مهمة، بعض المنتسبين وبعض الضباط في الشارع يجتهدون بتصرف شخصي، تنطي باج الاستثناء اللي صدر من وزارة الداخلية ووزارة التخطيط، وهذه رسالة إلى وزارة الداخلية ووزارة التخطيط، يقول لك هذا الباج ما معترف به، أنا موجهني الضابط مالتي إنه أنت ما تفوت حتى ذا صحفي. واجهنا هذا الأمر، أنا واجهني البارحة براس الربيعي بالمدخل مال ربيعي كنت متوجه للقناة، هذه رسالة مهمة. أيضا ممكن هذا الأمر واجهه الكوادر الصحية والطبية والكثير من الأمور، بالتالي هذا الحدث مهم جدا وهذا الأمر ضروري، نتمنى التعاون و ضرورة التوعية للمنتسب سواء أو توعية المواطن، باعتبار اليوم أغلب المواطنين يتهربون من التعداد أو القليل، ما نقدر نقول أغلب، بعض المنتسبين قلة قليلة جدا يجتهد في الشارع. وأيضا الأمر اليوم متروك للحكومة والجهات المعنية. أود الإشارة إلى أمر مهم أيضا، العراق في السنوات السابقة كان يعتمد على الإحصاءات غير الرسمية والتوقعات من قبل منظمات المجتمع المدني وغير المجتمع المدني على مدى 37 عام، بالنتيجة اليوم هذا الحدث أهميته راح تخلينا نعرف كل مفاصل الحياة، راح أي شيء ممكن يعني نحتاجه هو راح يظهر بهذا، يعني سواء على مستوى المستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية راح تكون قاعدة بيانات مهمة جدا بالشارع، راح تعكس الصورة للمسؤول، بحيث اليوم هذا القضاء محتاج إلى مستشفى ومحتاج إلى دائرة ومحتاج إلى مدرسة، بالنتيجة راح تكون عنده فكرة وعلم حول الموضوع، ما يحتاج تظاهر وما يحتاج الأمر. وأيضا الرسالة الأهم من هذا أنه ما بعد التعداد، هذه المرحلة راح تواجه انتقادات كثيرة من قبل المواطنين والمسؤولين والمحللين، مرحلة ما بعد التعداد مهمة جدا، يجب اتخاذ إجراءات حكومية مهمة على ضوء التعداد، وإلا التعداد فقط من دون التحرك ومن دون توفير النقوصات وتوفير المستلزمات التي أشر عليها التعداد من مستشفيات إلى مدارس إلى نقوصات المواطن، احتياجات رفع مستوى المعيشة لدى المواطن. هذه الأمور كلها مهمة، راح نبقى متواصلين وياكم بهذه التغطية إلى حتى المساء، وننتقل إلى مراسلين وأخوتنا المتواجدين في أماكن أخرى ومناطق أخرى لنقل صورة حقيقية واقعية من الميدان. خليكم ويانا.